سلام، النهارده هقدم ليكم طريقه عمل المكرونه البشاميل. انا سلقت مكرونه، بحب استعمل النوع ده دايما في المكرونه البشاميل اللي هي البن، ومع الصينيه اهي بتاعتي. المكرونه دي 1 باوند، نرصها كده جنب بعض. ادي الطبقه الاولانيه بتاعتي مليتها، وبكون محضرة لحمة عصاب بصوص الطماطم. أنا كنت منزلة الفيديو بتاع اللحمة العصاب، أنا زودت بس عليها صوص الطماطم وأبتدي أوزعها. أنا وزعت العصاب، هبتدي أرص الطبقة التانية. ده شكل الصينية بعد ما رصيت الطبقة التانية، خلصت كل الكمية بتاعتي. وتعالوا دلوقتي نعمل البشاميل اللي هنحطه على الوش. هبدأ اعمل البشاميل. البشاميل مكوناته، انا حاطه هنا مادة دهنية، انا استعملت زيت ذرة، ممكن تستعملي زبدة، ممكن تستعملي الاثنين براحتك، ودقيق واللبن وبيض وطبعا الملح والفلفل. بسيب الزيت بتاعي لغاية ما يسخن، وببتدي احط عليه الدقيق، بقلب الدقيق معايا كويس. وببتدي احط اللبن بالتدريج، لازم تقلبيه بسرعة، اول ما بلاقيه تقل كده ببتدي احط كمية لبن كمان. كده البشاميل جاهز معايا، بحط له الملح معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وبكسر بيضاية. كده البشاميل جاهز معايا، تعالوا نحطه على المكرونة بتاعتنا. بوزع البشاميل بتاعي على الصينية. انا بحط جبنة موتزاريلا، بحب احط جبنة موتزاريلا، طبعا انت على حسب رغبتك. وادي صينية المكرونة اهي بعد ما طلعت اهي، جميلة حلوة، بينبسطوا بيها الأولاد والكبار. وبالهنا والشفا، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.